مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء شديدة الحرارة، وتصل درجات الحرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية، رياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن متوقع نشاطها من حين إلى آخر، وقد تصل سرعة الرياح نهار هذا اليوم ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ومتوقع أن تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على أغلب المناطق حتى نهاية هذا اليوم. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء شديدة الحرارة، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 44 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 17%، والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، رياح حاليا شرقية تصل سرعتها إلى 9 كيلومتر في الساعة. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا أجواء كانت صافية بشكل عام وخالية من السحب على دولة الكويت، وكذلك على معظم الأجزاء الشمالية من شبه الجزيرة العربية. حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي مأثر علينا بهواء جنوبي شرقي إلى شمالي غربي، وعبور لبعض السحب متوقع اليوم حتى نهاية نهار يوم الغد، لكن بشكل عام أجواء راح تكون مستقرة على دولة الكويت. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء تميل إلى الحرارة، ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 35 إلى 38 درجة مئوية على معظم المناطق البرية، وكذلك داخل البحر رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومثل ما نلاحظ أجواء راح تكون صافية بشكل عام وخالية من السحب. الأجواء المتوقعة في صباح يوم الغد أجواء أيضا مائلة للحرارة، ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية على معظم المناطق البرية، وكذلك داخل البحر رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، لكن في منتصف يوم الغد قد تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على معظم المناطق مع استمرار الرياح أو تحول في اتجاه الرياح إلى رياح جنوبية شرقية راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة بشكل عام، وما تحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية متوقع أن راح تكون الأجواء رطبة خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام، وباشر أول أيام الحمل اللي تكون فيه تيارات الماي قوية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 3:27، شروق الشمس الساعة 5، وموعد أذان المغرب الساعة 6:48 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، متوقع في يوم الغد رياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، نهار يوم الغد 12 إلى 35، أما مساء 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، أجواء شديدة الحرارة، ومتوقع تصل العظمى في مدينة الكويت 47 درجة مئوية، لكن قد تزيد عن هذه المعدلات على بعض المناطق الحدودية خاصة الشمالية وشمالية الغربية من البلاد، الصغرى المتوقعة 30 درجة مئوية، أجواء مشمسة، وقد تظهر بعض السحب العالية المتفرقة في نهار يوم الغد على معظم المناطق، تحول في اتجاه رياح لرياح جنوبية شرقية ابتداء من يوم الأحد وراح تستمر معنا حتى يوم الأربعاء، رياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام، لكن مع درجات الحرارة المرتفعة متوقع راح ترجع معنا الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، خاصة في يوم الأحد والأثنين قد تزيد نسب الرطوبة عن 70%. العظمى المتوقعة ابتداء من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء قد تصل ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية، أما الصغرى المتوقعة قد تصل ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، لكن بعد درجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم.